المتحف وأبدأ إعجابه الشديد بالخطوات العملية وما تم إنجازه من أعمال إنشائية بالمتحف المصري الكبير. مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الخامسة هذا العام طبعا حصل على اهتمام كبير جدا مصري وعالمي. هذا المهرجان وخاصة أنه بيوجد في مكان أو منطقة أثرية، مفاد هذه الرسالة بعث رسالة الطمأنينة إلى العالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان. يعني حضر عدد كبير جدا لهذا المهرجان من نجوم القارة الإفريقية. لما بنتكلم عن أدوات دعم السياحة في مصر بيكون في كتير من الأدوات، إن إحنا نطور الأماكن الأثرية اللي عندنا، ده بعد إن إحنا ننوع من أنواع السياحة سواء اللي بتقوم على الآثار أو اللي بتقوم على أشياء أخرى، ده أيضا بعد إيجابي. أيضا المهرجانات بيعول عليها بشكل كبير جدا، خاصة لما تنظم بأماكن أثرية ومفتوحة ويحضرها نجوم عالميين لهم باع كبير في مجالاتهم المختلفة. ده تجلى في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دعا زعماء وقادة القارة السمراء لدعم السينما والوقوف إلى جانبها، والتطلع الأكبر أن السينما تكون أداة رئيسية لمناهضة الفكر المتطرف والإرهاب والتخلف عن الركب الحضاري. وأشار فؤاد إلى أن الدورة الخامسة للمهرجان بتشارك فيها 36 دولة إفريقية و9 دول من خارج القارة. معنا دكتورة أمال حنفي رئيسة الإدارة المركزية للتحاليل والأرصاد والتنبؤات الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. يعني طبعا في تحسن نسبي احنا لامسينه في الجو، ويمكن امبارح زي النهارده تقريبا في درجة الحرارة. يعني عايزين نعرف من حضرتك بقى المزيد، ونعرف كمان الأيام اللي جاية المتبقية من هذا الأسبوع ايه التنبؤات بالنسبة للأرصاد. الأول نقول كل سنة ومصر كلها طيبة ببداية فصل الربيع، اعتبارا من اليوم يعتبر بداية فصل الربيع مناخيا. وفصل الربيع مشهور بأنه طقس لطيف وبيكون درجات حرارته معتدلة على كافة الأنحاء، وبالتالي النهاردة هنشعر بطقس لطيف شمالا وبيصل حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا ولكنه بيكون بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره. وبتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية وبتنشط على جنوب البلاد فقط. درجات الحرارة كلها تعتبر حول المعدل. بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية بنسجل إن شاء الله 20-15، السواحل الشمالية الشرقية 21-15، الوجه البحري والقاهرة 23-14، سيناء 23-15، شمال الصعيد 23-14، جنوب الصعيد 29-19. لكن اعتبارا من الغد إن شاء الله هنشعر بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ما بين 3 درجات إلى 4 درجات على كافة الأنحاء. ويوم الأربعاء نفس الحكاية برضو، يعني هتبقى أواخر العشرينات يا دكتور أمل؟ نعم، الدرجات الحرارة هتبقى أواخر العشرينات؟ هتبقى أواخر العشرينات، ويوم الأربعاء بإذن الله بنتوقع لها توصل ل30. كل سنة طيبين. كل سنة حضرتك طيبة، وجميل ان يعني ان بيتزامن عيد الام طبعا دايما مع عياد الربيع. ويعني زي ما حضرتك تفضلتي الحمد لله الجو هيكون كويس، ولو ان للاسف بس هو جاي في وسط الاسبوع، فيعني موضوع الخروج مش هيكون في المتناول قوي، لكن يعني تعوض بعد اخر الاسبوع ان شاء الله. كل ام مصريه وعربيه بخير يا رب. بنشكرك دكتورة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية لهيئة الأرصاد الجوية. استمرارا لمهرجان السينما الإفريقية، طبعا شارك في هذا المهرجان 36 دولة إفريقية. غلب على هذه أو الأفلام الموجودة القصص الإنسانية الخاصة بالقارة الإفريقية، وخاصة ما يتعلق بالحقب الاستعمارية التي مرت بها القارة الإفريقية. النجم الأمريكي العالمي داني جلوفر قال إنه هذا المهرجان بيتميز بشيء مهم جدا، إنه بيجمع ما بين أفلام تشمل جنوب القارة وشمال القارة، مما يجعل بلدان قارة إفريقيا كلها موحدة. هو طبعا كمان كان في إشادة منه بالفنان العالمي المصري الراحل عمر الشريف، وأكد أنه هو كان زميل عمل
وابتدى يعني يسجل لي رحلته الفنية وأهم الوقفات المهمة في حياته واللي جعلته في النهاية أيقونة سينمائية لا تنسى على مر التاريخ. خلال تجول كلوفر في معبد الأقصر وصف الآثار بأن هي بتشكل رمز للإبداع والابتكار، وأعرب عن سعادته بزيارة هذه المحافظة التاريخية الخالدة ولمشاهدة الآثار المبهرة التي تحتضنها. رؤية بانورامية كاشفة لمعوقات التعليم ومصاعب التعلم حول العالم من خلال نظرة ناقدة ساخرة في الملتقى الدولي إدارة للفن الساخر الكاريكاتير، وافتتح مساء أمس بقصر الفنون بدار الأوبرا، وطلقت فيه أفكار بتنتمي لكثير من الفنانين والجنسيات، رؤى نحو 320 فنان من 68 دولة عربية وأجنبية. هذا الملتقى أيضا كان فيه العديد من الموضوعات الأخرى بجانب التعليم، ناقش الإرهاب والتطرف، وهيناقش التسامح الديني، وهيناقش التلوث البيئي وغيرها من الموضوعات. فن الكاريكاتير هو فن ناقد، لكن الفكرة كيفية عمل الموازنة بين النقد الساخر وبين القيم المجتمعية والسلوكيات الشخصية. هذا الملتقى هذا العام هدية لروح الرسام أو رسام الكاريكاتير عادل البطراوي، وطبعا هذا الفنان نشرت أعماله على مدى أكثر من نصف قرن بعدة مجلات، مجلة صباح الخير ومجلة روز اليوسف وغيرها من المجلات، وكمان شارك في المؤتمر أو ملتقيات عالمية خاصة برسومات كتب الأطفال في العالم، مثل مصر في أكثر من مؤتمر عالمي لرسم كتب الأطفال. حقيقة فن الكاريكاتير اللي بيشوفه ان هو مجرد يعني شكل من اشكال الكوميديا او ان هو دايما بيكون ابتسامة ملهاش هدف بينظر ليه نظرة سطحية، لان هو بينجح وبشكل كبير جدا في ان هو ينتقد كتير من الاوضاع السلبية اللي سائدة في المجتمعات، ولما بيتناولها بهذا القالب الخفيف من السخرية بالتأكيد ممكن يكون بيحقق نتائج بيفشل الساسة والمتخصصين في ان هم يحققوها على مدار عقود من الزمن. الحقيقة هننتقل لمهرجان آخر، مهرجان سباقات الهجن. افتتح أمس اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وصديق التاج وزير الشباب والرياضة السوداني مهرجان الإسماعيلية الدولي 15 لسباقات الهجن بصحراء سرابيوم بمشاركة ممثلي القبائل العربية بالسعودية والكويت والسودان والأردن، ومشاركة رمزية من قبائل من تشاد وأرتريا. المهرجان بيمتد ليومين، والفعاليات طبعا أسفرت عن فوز الهجان إبراهيم سلامة أبو ندى من قبيلة الترابين من محافظة شمال سيناء بالمركز الأول، وحصوله على جائزة السيف الذهبي لمسابقة المهرجان، واللي حملت اسم الملك الراحل حسين بن طلال عاهل الأردن سابقا. وأضاف أن المركز الثاني فاز به عواد سليمان من قبيلة العبابدة من محافظة الإسماعيلية، فيما جاء في المركز الثالث الهجان أحمد سلامة من قبيلة السوركة بمحافظة شمال سيناء. حقيقة كثير من الرموز أثرت في حياتنا، وسواء كانت يعني حية ترزق أو غدر الدنيانا، إلا أن ده ما بيمنعش أن إحنا بنستفيد من اللي حققته من تجارب، والأهم كمان إن إحنا نبني عليها من خلال ممارستنا الحياتية في أن إحنا نضيف إليها إنجازات أخرى. احتفاء بهذه الشخصيات المميزة اللي بالتأكيد ليها دور كبير في حياة الأطفال والكبار، المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الأستاذة ميرفت مرسي بيقيم احتفالية كبيرة تستمر حتى الأربعاء القادم، وتحمل عنوان هؤلاء أثروا في حياتنا. هذه الاحتفالية هتكون بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب على هامش المهرجان الثقافي التربوي ابني طفلة. بيحتفي المركز القومي لثقافة الطفل مع الأطفال برواد مسرح العرائس من في مصر، منهم المخرج الكبير صلاح السقا ملك العرائس ورائد فن التحريك، وكمان صاحب أهم عروض أو العروض المسرحية اللي كلنا عارفينها الليلة الكبيرة، ودكتور ناجي شاكر اللي صمم أكثر من 1000 مجموعة من ديكورات وشخصيات العرائس من بينها
عرائس وديكور مسرحية الشاطر حسن. المركز بيحتفل بكاتبة الأطفال الكبيرة ورائدة مسرح الطفل في مصر الأستاذة فاطمة المعدول، اللي بتعد أول امرأة بتعين رئيسا للمركز القومي لثقافة الطفل وأول مخرجة لمسرح الطفل في العالم العربي. يعرض المركز أيضا من تأليفها مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة، منها فيلم الوطن أحلام زينة ومسرحيتها الوردة الزرقاء، واللي بتناقش قيم التسامح وقبول الآخر. كمان بيحتفل المركز برواد فن الأرجوز في مصر، ويستضيف عم صابر المصري شيكو أقدم فناني الأرجوز في مصر، اللي بيقدم المركز عرض لفن الأرجوز للفنان ناصر عبد التواب. أيضا لحد بقى لاجع ماري بسري بيتم أبقى على مصيد حارة دكنتو على نصيد حارة شرعين وفي التالت أكثر. مش هي دي بس الرموز اللي أثرت في حياتنا، في ناس تانية الحقيقة كتير يعني في مجالات الفن والسياسة والأدب وغيرها، يعني احنا بنضلهم بالفضل يعني، لأن هم فعلا احنا بنبني على القاعدة اللي هم أرسوها من الأساس. صحيح، من فن العرائس وفن الأرجوز لفن تاني وفن التشكيلي، استطاع فنان تشكيلي مصري محمد قطب رسم وجوه لشخصيات معروفة وأثرت فينا كتير زي أم كلثوم وغاندي وجيفارا. قطب أنجز معظم الأعمال الفنية ويعني ورسم الوجوه للشخصيات الشهيرة من أمثال كوكب الشرق وغيرها باستخدام المسامير والدبابيس الملونة، وهي كمان بالتأكيد طبعا مش التقليدية، يعني هي نوعية خاصة لا تصدأ حتى يحافظ عليها قدر الإمكان على هذه الأعمال اللي بتشكل. مسامير ودبابيس ملونة، وسائل مختلفة وأدوات استخدمها الفنان التشكيلي محمد قطب في رسم وجوه شخصيات مشهورة عالميا ومحليا مثل أم كلثوم وغاندي وجيفارا. قطب أنجز معظم أعماله الفنية باستخدام أدوات الفنانين التقليدية، لكنه استبدل منذ نحو عامين الفرشاة بالمطرقة والمفكات والألوان بالمسامير والدبابيس. تحول قطب لاستخدام المسامير بعد أن شاهد بورتري للملك فاروق مرسوما بالمسامير ومعلقا في بيت عمه، وقضى بعدها محمد قطب فترة من الزمن لاكتساب تلك المهارة. فكرة المسامير هي موجودة في أوروبا لكنها مش منتشرة قوي، فبدأت أن أنا أعمل حاجة زي جديدة. أنا كنت ممكن برسم الأول بورتري عادي بألوان وفرش وحاجات زي كده.